بخصوص بقى الحادث اللي حصل في ليبيا وموضوع مقتل عدد من المواطنين المصريين والكلام اللي أثير أنه ده تم على يد مهربين في الأراضي الليبية، نستوضح الأمر من المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. برحب بحضرتك معنا سيادة المستشار، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بخير. مساء النور يا فندم. ممكن بس نعرف حقيقة الموضوع، إيه الموقف بالظبط، كام مصري ومين اللي قتلهم وإزاي بتتابعوا الموضوع؟ هو زي ما حضرتك عارفه طبعا احنا يعني برضه دايما بنبدا ونقول ان مفيش عندنا سفاره على الارض في ليبيا. مفهوم. دي نقطه مهمه لانه السفاره المصريه بتمارس عملها من هنا. ايوه يا فندم. ولكن من خلال شبكه علاقاتها واتصالاتها بنقدر ان احنا نستفيد منها في الحصول على المعلومات. المعلومات الاوليه المتوفره حتى الان هي انه هؤلاء المصريين كانوا ضمن مجموعه مهاجرين غير شرعيين. تسللوا الى الاراضي الليبيه بشكل غير شرعي واشتبكوا مع عصابات التهريب اللي هي بتقوم بتهريبهم، مما ادى الى مقتل عدد منهم. مع العصابه نفسها اللي كانت هي اللي منظمه عمليه التهريب ودخولهم الاراضي الليبيه. طب هم عددهم الاول بس يا معالي المستشار، ايوه 12 16 الرقم مش واضح. يعني لحد الان هو ما بين 12 و16، احنا مش متاكدين بالتاكيد العدد دلوقتي، لكن حتى الان يعني تم التعرف على 12 جثمان وربما يزداد العدد، ولكن ما بين 12 و16. طبعا تواصلنا ايضا مع السلطات الخاصه بالطب الشرعي حتى يتمكنوا من الوصول اليهم وقيام الاجراءات اللازمه والتعرف على الهويه، و نبدأ بعدها في إجراءات العمل على ترحيلهم أو إعادتهم إلى مصر إن شاء الله. هم من أي محافظات في مصر يا فندم؟ لسه كل الكلام ده ما نقدرش نعرفه لغاية دلوقتي، لأن طبعًا زي ما قلت هنتعرف على الجثامين والشخصيات مش قبل بكرة. طب هم الجثامين دلوقتي كإجراءات السلطات الليبية، يعني برضو أنا عارفة أن الوضع غير مستقر سياسيا، فأنا عارفة أن في أي موقف زي كده بتتعاملوا ساعات كتيرة مع شيوخ القبائل، الناس اللي مسيطرة على الأرض في المناطق دي. بالضبط، احنا بنتكلم في وضع دلوقتي بيتسم بدرجة عالية من الحساسية في تلك المنطقة، وبالتالي أرجو يعني التأني شوية لغاية لما نعرف بكرة التحديد الجثامين والهويه بتاعتهم ايه. دي نقطه. والنقطه الثانيه طبعا يعني مش محتاج اذكر تاني مره ثانيه من خلال حضرتك بانه التحذيرات المتعدده اللي احنا اصدرناها في وزاره حذروا كتير الحقيقه، لكن برضو موضوع الهجره غير الشرعيه والناس يعني ترمي نفسها في النار مساله في غايه الخطوره، في غايه الخطوره، وتعريض حياتهم للخطر والتواجد والتعامل مع عصابات وكل هذا بيعرض حياتهم للمخاطر اللي يجب ان نكون بعيدين عنها بكل الطرق. شكرا سياده المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع بقيه اخبارنا.